مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام، وهي اليوم تنعم بالأمن ويتردى صدى الفن والرياضة في سمائها. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة. بعد التحية رامي، صف لنا الأجواء عندك. تحياتي ولكل متابعينا في هذه المتابعة لموقع تحول من حقل الألغام إلى مدينة ساحلية سياحية فيها لوحة كبيرة جدا تحت عنوان مهرجان العالم عالمين. هذه اللوحة الموسيقية الفنية الترفيهية الرياضية بشكل كبير أتت بثمار من خلال الأيام أكثر من 50 يوم من الفعاليات المتنوعة بوجود كبير جدا وبتوافد كبير جدا للمواطنين وللحضور سواء من المصريين والعرب وغيرهم من زوار مدينة العالمين الجديدة. هذه الفعاليات المستمرة من خلال الحفلات الغنائية بمنطقة العالمين أرينا أو أيضا من خلال عدد من الفعاليات الرياضية على مدار أيام المهرجان، سواء نتحدث عن الكرة الشاطئية، رياضة البادل، أيضا التجديف في مياه العالمين، وأيضا إذا تحدثنا عن سباق الترايثلون، السباق الثلاثي الأولمبي، وأيضا العديد من الفعاليات الموسيقية الأخرى في شوارع مدينة العالمين. نتحدث عن مسرح الشارع الذي كان متواجد بشكل كبير ومجاني أمام الجمهور، وأيضا سماء مدينة العالمين شهدت عدد من العروض الجوية لطائرات الأرسي وغيرها من الطائرات بكتابة اسم مصر في سماء مدينة العالمين وأعلام مصر. هذه الفعاليات المتنوعة شكلت من مدينة العالمين الجديدة واجهة سياحية بشكل اقتصادي كبير، أدى الانتعاش في أغلب مواقع مدينة العالمين، ونتحدث عن الساحل الشمالي بشكل كبير، وازدادت نسب الإشغالات في الفنادق تجاوزت 90% من خلال الحضور لمتابعة هذه الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالم عالمين. ومستمرة أيضا هذه الفعاليات بالحفلات الغنائية بمنطقة العالمين أرينا، وأيضا الشكل الكبير الذي أدى إلى جذب الكثير من الأسر بشكل متفاوت وبشكل متنوع في الفئات والأعمار ما بين الصغار والكبار والشباب. هذا هو المشهد، لوحة فنية موسيقية ترفيهية رياضية، وأيضا شكلت من مدينة العالمين الجديدة واجهة سياحية لكل العالم. صحيح رامي. طب اطلعنا على أبرز الفعاليات اليوم، وخاصة أن هناك ما زال مرتادي العالمين الجديدة يجوبون في كل مكان. بالفعل هناك عدد من الفعاليات المتنوعة وهناك عدد من الحفلات الغنائية بمنطقة العالمين أرينا على مدار الأمس واليوم وغدا. هذه الحفلات لكبار المطربين وأيضا أشهر المغنيين في مصر والوطن العربي، ونتحدث أيضا عن عدد من الفعاليات الأخرى خلال أيام المهرجان أو الأيام الأخيرة من مهرجان العالم عالمين. وهذا المهرجان الذي تحدث عنه الكثيرين من رواد مدينة العالمين وزوار مدينة العالمين أنه ولد كبيرا، نتحدث عن فعاليات هي الأكثر والأكبر في الشرق الأوسط من خلال التنوع الكبير بعدد من المناطق، وأيضا الممشى السياحي وأبراج مدينة العالمين التي أصبحت الآن من العلامات البارزة لهذه المدينة، وأيضا يأتي إليها الكثير من المواطنين سواء في الممشى ليليا أو من خلال التصوير أمام الأبراج وعدد من المناطق في مدينة العالمين الجديدة. هذا هو المشهد. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد من مدينة العالمين الجديدة.